اهلا بكنا، وبعتذر عن الضوضاء اللي برا دي. بدايه اليوم الدراسي في القاهره استرعى انتباهي ايه سبب السرطان من البدايه. ادم وحواء خلقوا بلا كانسر، في السكه بقى حصل كانسر. ايه السبب؟ السبب احنا البشر، احنا اللي بنجيب لنفسنا وبنرجع بعد كده نقول يا، بس مش احنا، احنا بقى احنا اللي هم. يعني فاكرين القنبله النوويه بتاعت هيروشيما وناجازاكي؟ دي كميه اشعاع رهيبه. الاشعاع ده عباره عن طاقه، الطاقه دي بتخش بتخرب في الجينات اللي احنا اتكلمنا عليها، والجينات هذه تورث وتزداد تتشعب مع اختلاط الانساب مع بعضها، تنوع الانساب تنتقل. يبقى ادي حد كده جه في دماغه يضرب يحارب دوله فعمل مأساة إلى يومنا هذا. لا لا، ورجعوا يبدون إن إحنا صالح أورام مثلا ولا بتاع، وجربوا فينا. أخواتي وأخواني اللي اتبهدلوا كلور، أنا بشوف منظر الأطفال اللي ميتين بالكلور لا أتحمل النظر إليه. ومن نجا منهم فقد عبئ بمادة كيماوية مسرطنة، يبقى ده يا ريته كان مات. الموت علينا حق كلنا، لأنه هيفضل جيناته هتتبهدل، هيوصل لجينات التكاثر موجودة على الكروموزومين، وهينتقل إلى الأجيال اللي بعد كده الله أعلم ينتهي إمتى. شفتوا إحنا اللي بنبهدل في نفسنا. وبزعل قوي، بحزن جدا لما الاقي ان الطب احيانا يتدخل في الحروب. مينفعش، الطب ده مهنه اللي يعرف قيمتها يدخل بها رجل الجنه او يروح في 60 جهنم، في قاع جهنم. وزي ما قلت لكم كل دكتور هيسال على كل واحد شافه، يا في المستشفى يا في العيادة يا في بلده يا في غير بلده، كله هينشر والذاكرة تيجي. بزعل بحزن. سلوكيات في السيدة في البيت، الزيت اللي بتقلي فيه، قليتي فيه مرة، قليتي فيه كمان مرة عشان كان كمية كبيرة، بعد كده خلاص اكيد في مواد فيه اتقلبت مش مظبوطه. ده تحطيه في كيس وتقفليه كويس وترميه في السله. الكلور اللي بيستخدم في التنظيف اللي احنا ماشيين دلوقتي بنسبه الكلور، والعالم كله قاعد بيبخبخ، مش دي كلها طارات كلور؟ الكلور بتاع التنظيف زي ما احنا لابسين ماسكات الكورونا، بيقصوا ماسكات وانتوا بتنضفوا، وجوانتي، المبيدات الحشرية عند المزارعين، الأسباب مسرطنة كتير، لكن دي في إيدينا. في حاجات في إيدينا ومش في إيدينا. يعني أنا واحد جات لي شغلة بطل، يعني أشتغل في مجال فيه إكس راي، تعرض للإشعة. بره بقوا يشتغلوا بالروبوت، الإنسان الآلي يشتغل في مجالات الأشعة، أو يجيبونا إحنا نشتغل عندهم. لكن أنا لو اتعرض عليا مهما عرض لا أعمل في هذا المجال، مش عشان نفسي، ده أنا هحمل، هورث جينات، أطلع أجيال مضروبة. الكانسر بريست، الكانسر أوفري، الكانسر بتاع الثدي، الكانسر بتاع المبيض، الكانسر بتاع البروستيت، كل الكانسر بتورث. عشان يدوني مرتب زيادة شوية، عشان يدوني وجبة وشوية لبن وكم قرص فيتامين،
ده مش جهل، ده جهل، ده مش جريمة في حق الأجيال القادمة. دكاترة العظام اللي عشان كسر واحد يطلب 10 أفلام أشعة، 20 فيلم أشعة، وسي تي، ده السي تي ده الأشعة الكمبيوتر دي مأساة بل وسودة. وللأسف إنه ممكن هو نفسه يكون بيتعرض لجزء كبير من الأشعة. السلوكيات الهرهلي دي اللي ماشية بالأحساب، لا المفروض تتظبط عندنا تاني. حاجة بسيطة جدا هقولها لك، الخضار اللي بتجيبيه في البيت، الخضار ده لو عفن بينمو عليه فطر اسبيروجيلاس، الفطر اللي بيكون سبورز جراثيم تنتشر في الجو يستنشقه كل من في البيت، بوتنت كارسينوجينيك، بينتج مادة أشد سرطانة من البنزين ومشتقاته. لما تجيبي أول بأول، لما تقلبي في الثلاجة بتاعتك أول بأول. الأسلوب الحياة بلا النظام ده لازم يتغير. لا واللي يجي يغيره ده أنا عارف هيجي جوزك يقول لك بلاش كده، أنت بتحط مناخيرك في مالكش فيه، لا إحنا كلنا لينا فيه يا جماعة. حرام يجي ابن أو بنت تحزني عليه لما يصاب حاجة وتقعدي تلفي بيه، على الأقل ما تكونيش أنت مساهمة في السبب. الأسفيروجيلوس ده ممكن يبقى جاي من بره، نما على خطوات معفنة بره والجرثومات بتاعتها انتشرت في الجو وفي التراب في أرض الرطبة ودخلت في الشوز بتاع أي حد ووصلت للسجادة، ويعز جدا السجادة هو ينمو فيها وينتشر بقى فيها ويطلع السموم بتاعته المسرطنة بتاعته وأشياء أخرى كثيرة. لكن في النهاية لو رجعنا للطبيعة تاني هنعيش في أمان وسلام، مش هنصاب باللي عندنا. يا فرحتنا عندنا معاهد أورام، طب ما منجيبش الأورام دي، والله الغني عن المعاهد دي، يكفي معهد في البلد بحالها مش كده؟ عارفين لو كل واحد ادى في يومه 10 دقايق يفكر شويه هنتغير كتير. بس مشكلتنا ان احنا مقلدين. يعني احنا الماموجرام ده شغال نمره واحد في امريكا، كله جاب ماموجرام ويشغله بقى، عاوز يجيب ثمن الجهاز. عصام عاوز يجيب ثمن الجهاز. الجامعات عايز تعمل ابحاثها، هتدوكيومنت، هتعمل توثيق ازاي؟ من الماموجرام. الماموجرام ده هيوريني ايه يعني؟ هيوريني حته بيضه في الاشعه ويشككني فيها، لما تخش تاخد بايوبسي، تاخد عينه بابره وتطلع كل واحد يشغل دماغه شويه. ان شاء الله مع بعض لو استجاب معايا 5 اكيد هنطير. 5 دول هتجيب بعديهم 500 5000 5 مليون، وهنبقى أحسن ناس في العالم. أشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.